بعرفهم. كل اللي لقيت عرب 48 هم اثنين. لا من هم أسرى ومضروبين عن الطعام لهم أظني 156 يوم هيدي شيء لهم فترة طويلة يعني مضروبين عن الطعام وفيش مش مستجبينهم لطلباتهم سنين مضروبين عن الطعام. شو بتعرف عنهم كمان؟ سبب الاعتقال الإداري على ما أظن. ما عمرك سمعت معه عنهم نهائيا؟ لا والله. ولا بالأخبار؟ لا والله. أكيد الله يفك أسرهم يا رب إن شاء الله ويكون يبعونهم على هالأوضاع السيئة اليوم فيها. بتأمل مسؤوليننا يعرفوهم ولا لا واقفين معهم ولا لا. لأنه اثنين زي هدول والله عمي كل التقدير لهم إن شاء الله فالفرج قريب يا رب.